هذا التقسيم الذي وضعه العلماء ليعلمونا كيفية التوبة وليس الاستهانة بالذنب. أكبر عقوبة للعالم عندهم احبسه مع واحد جاهل، يجعله يكره حياته ويكره المجلس ويكره المكان الذي هو فيه. من أصعب وأشد الأمور على النفس أن تتعامل مع جاهل. إلهي 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 وخلاقي. الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. كلنا نحب الدعاء، الدعاء عبادة عظيمة، الدعاء هو مخ العبادة بل هو العبادة. الدعاء فيه أنس وتذلل، وفيه انكسار النفس بين يدي الله، وفيه التبري من الحول والقوة. لما نطلب الدعاء ونتعلم الدعاء، ليس الدعاء لأعرف الله بحاجتي، الله يعلم حاجتي، ولكن الدعاء عبادة وعبودية فيها التذلل والافتقار، وهذه قمة ما يصل إليه العبد في علاقته بربه. تخيلوا من الذي يطلب الدعاء، يطلب دعاء أن يدعو به في صلاته؟ دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ما هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه يدعو به في صلاته؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو طبعا أقرب الصحابة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تخيل عندما تكون الوصية والنصيحة بالدعاء، بأي شيء يأمره صلى الله عليه وسلم أن يدعو في صلاته. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء أن يدعو به في صلاته. قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له يا أبا بكر قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء علمه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه يدعو به في صلاته. إذا وقفنا مع ألفاظ هذا الدعاء، أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، بدايته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. طب نحن ماذا نقول؟ كم هي ذنوبنا ومعاصينا؟ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا نظرت إلى حياته، حياة مباركة، ينتقل من طاعة إلى طاعة، من حسنة إلى حسنة، من درجة إلى درجة رضي الله عنه. مواقفه في الإسلام كلها مواقف عظيمة ومشرفة، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام رد الأمة إلى رشدها بعدما عصرها الألم على فراق النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما ارتدت بعض قبائل العرب وامتنعوا عن دفع الزكاة، كان له موقف رد الحق إلى نصابه رضي الله عنه. ولكن يقول في دعائه، اللهم في دعائه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا فيه قمة التذلل والتواضع والانكسار بين يدي الله تعالى. طيب المعتاد أن الإنسان يظلم غيره ولا يظلم نفسه، فهو هنا بيقول إيه؟ اللهم إني ظلمت نفسي، مش ظلمت غيري، ظلمت نفسي. الإنسان يمكن أن يظلم غيره، لكن يظلم نفسه إزاي؟ ظلم الإنسان لنفسه بالمعصية، لأن بالمعصية يعرضها إلى سخط الله، يعرضها إلى العذاب، يعرضها إلى الغضب. بالمعصية ينزل غضب الله تعالى، فالإنسان يظلم نفسه حينما يعرضها لغضب الله تعالى بسبب المعصية.
إذن المعاصي هي سبب البلاء، كما قال العباس رضي الله عنه: لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرتفع إلا بتوبة. ظلمت نفسي بالظلم ظلما كثيرا. وبعدين يؤكد أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. ليه ذكر من عندك؟ ليستشعر العبد فضل الله عليه. لا يستطيع أحد أن يمحو من صحيفتك سيئة واحدة، ولكن تمحوها بالتوبة والاستغفار. تمحو سيئة قديمة بحسنة جديدة. إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي ذر رضي الله عنهما: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فتمحو سيئات قديمة بحسنات جديدة. لذلك في نص هذا الدعاء: من عندك مغفرة من عندك وارحمني. ليستشعر العبد فضل الله عليه أنه تاب عليه فطهره من وهج المعاصي ومن سواد السيئات التي سودت بها الصحائف. مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. مغفرة الذنوب نعمة، واستشعار هذه النعمة يورث في القلب حب وود بين العبد وبين ربه. لأن المعصية نجاسة، والذي تنجس لا يجد راحة، يريد أن يتطهر. طبيعة الإنسان، فطرته، أنه لا يقبل النجاسة ولا القذارة ولا النتن. والمعاصي أنجس وأنتن من نجاسات الدنيا الظاهرة. نجاسة الدنيا تغسل وتطهر بالماء، أما نجاسة الذنوب والمعاصي لا تطهر إلا بدموع العين. كم من ذنوب في الصحائف لا تطهر إلا بالدموع. فالذي بكى من خشية الله كم من قطرة دموع محت خطايا عشرات السنين. لأن انكسار العبد وبكائه بين يدي الله من أكبر أسباب المغفرة. لذلك علمنا عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، يعني أعظم صيغة من صيغ الاستغفار. سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. هذا هو الموعود الغيبي على من قال دعاء سيد الاستغفار حين يصبح وحين يمسي. وترى في دعاء سيد الاستغفار أيضا استشعار منة الله تعالى على العبد. لأن إذا جمعت رؤية المنة ورؤية التقصير ترى أن دي قمة الشكر لله عز وجل والعبودية له. فهذا الاستغفار جمع بين أشياء كثيرة. سيد الاستغفار جمع بين رؤية الذنوب والمعاصي حتى يخجل العبد من نفسه، وبين رؤية النعم: أبوء لك بنعمتك علي. وإذا أعطاك الله نعمة، هل أقابل النعمة بالجحود والكفران أم أقابلها بالشكر والحمد لله؟ فهنا يستشعر العبد كم فضل الله عليه حينما يغدق عليه النعم وهو يبارز ربه بالمعاصي. سيد الاستغفار دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الأدعية الطيبة الرائعة. ادعو بها حينما تصبح وحينما تمسي، ادعو بها في صلاتك، فإننا نحتاج إلى تطهير الصحائف قبل أن نلقى الله بالموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. إلهي إلهي
إلهي وخلقي.